السلام عليكم. المملكة العربية السعودية فتحت النار مرة أخرى على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المرة عبر عرض صيني كبير وخطير في نفس الوقت. كل هذه التفاصيل نشرت في 48 ساعة الماضية على الوول ستريت جورنال. مسؤولين سعوديين هم الذين وضعوا وصرحوا بالتفاصيل كاملة لهذه الصحيفة المهمة للغاية. والحديث هنا عن عرض صيني وضع على طاولة السعودية، وذلك من أجل بناء منشآت نووية من قبل الصين للسعوديين. وأيضا نشرت تفاصيل عما تبحث عنه السعودية في هذه المنشآت النووية، فهي تحدثت بشكل واضح الوول ستريت جورنال بأن المملكة العربية السعودية تبحث عن إنشاء المفاعلات النووية أو المفاعل النووي الخاص بها في المنطقة الشرقية بالقرب من الحدود في الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وبأن الفكرة الأساسية من هذه المفاعلات هنا أن يبدأوا ببناء مفاعلين بأسرع وقت ممكن، وبعد ذلك يتوسع هذا الأمر إلى 16 مفاعلا نوويا سعوديا. وهذا يأتي لسببين تبحث عنهما السعودية. السبب الأول هي الطاقة في العالم، فهنالك مشكلة حقيقية قادمة في السنوات القادمة حتى عام 2040 على مستوى النفط. سيعاني العالم من شحة النفط وقلة النفط، وبالتالي قيمة النفط ستقل، وبالتالي السعودية تبحث عن بديل، وأفضل بديل للنفط هي الطاقة النووية. أما الأمر الآخر فهو مرتبط بشكل مباشر في البرنامج النووي الإيراني. إيران اقتربت كثيرا وبشكل كبير من الوصول للقنبلة النووية بحسب التقديرات الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية، وحتى بعض التصريحات القادمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأصبحت إيران قادرة بحسب هذه التقارير خاصة من البنتاغون، قادرة من الوصول إلى 3 و5 قنابل نووية خلال أول شهر أو في 3 أشهر الأولى. وبالتالي بالنسبة للمملكة العربية السعودية تقول هنا ببساطة إن أيتها الولايات المتحدة الأمريكية وأيها الغرب، سمحتم لإيران بالتقدم بهذا الشكل ووصلت إيران للقنبلة النووية ولم تفعلوا شيئا، بالنسبة لي أيضا سأبحث عن الوصول للقنبلة النووية، فلماذا حلال عليهم وحرام علينا؟ وبالتالي هذا هو الكلام السعودي الواضح من إنشاء هذه المنشأة النووية في القضية الإيرانية. ولكن السعودية لا زالت تبحث عن شركتين لتقوم بعملية إنهاء هذا المشروع المهم للغاية. فبالنسبة للمملكة العربية السعودية وبحسب ما تحدثت عنه الوول ستريت جورنال، هي تبحث عن شراكة بين شركة كابيكو، الشركة الكورية من كوريا الجنوبية طبعا، أن تقوم هذه الشركة هي بإنشاء المفاعلات النووية، وبعدها المسألة التشغيلية النووية لهذا المفاعل النووي يأتي ويكون قادما من شركة ويستينغ هاوس الأمريكية النووية. لكن هنالك أيضا في نفس الوقت مشكلة مع الأمريكيين، فالأمريكيين لديهم قيود بحسب الوول ستريت جورنال على المملكة العربية السعودية. ممنوع عليك أيتها السعودية أن تخصبي اليورانيوم أو تستخرجي رواسب اليورانيوم الخاصة طبعا بك، ممنوعنا هذا الأمر، وكذلك ممنوع إعادة معالجة البلوتونيوم، لأن كل هذه الأمور تؤدي وتعطي فرصة للسعودية أن تصل للقنبلة النووية بشكل أو بآخر، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. وطبعا وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية إن سمحت للسعودية بالوصول للقنبلة النووية فهذا يعني بأن هنالك تسلحا نوويا قادما في الشرق الأوسط، ويعني مستقبل المنطقة بالكامل ستكون الحرب النووية. وهنا يأتي العرض الصيني المهم الذي وضع على طاولة السعودية. الشركة الصينية الوطنية النووية CNNC هي الشركة التي وضعت العرض للسعودية هنا من دون أي قيود نهائيا على السعودية أن تخصب اليورانيوم، تستخرج اليورانيوم، تعيد معالجة البلوتونيوم، لا قيود أبدا مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية وما تفرضه على السعودية. بل إن هذه الشركة الصينية أيضا قدمت عرضا أرخص بكثير مما هو مقدم من الشركات القادمة من كوريا أو حتى شركة EDF الشركة الفرنسية. طبعا هي أرخص بنسبة 20%، وهذه النسبة مهمة للغاية تجعل السعودية تميل للعرض الصيني بشكل مباشر. الشركة الفرنسية هي بعيدة للغاية بحسب التفاصيل التي نشرت من الوول ستريت جورنال طبعا ومن المسؤولين السعوديين. هم لا يفضلون
العرض الفرنسي في بناء هذه المفاعلات وتشغيلها، لأن هذه الشركات والفرنسيين طبعا يعتقد السعوديين ببساطة بأن الفرنسيين لن ينجزوا المهمة وسيتراجعون عن مسألة التوقيع طبعا أو إتمام هذه المهمة كما تريد السعودية، وبأن فرنسا أساسا كما نعلم هي جزء مهم جدا من حلف الناتو، لديها عقوبات على روسيا هي مشتركة بها، ممكن أن تعتبر السعودية تساعد روسيا، وبالتالي على إثر هذا الأمر لن تصل السعودية إلى نتيجة، وبالتالي السعوديين بعيدين تماما عن الأخذ بالعرض الفرنسي، هم أقرب إلى كوبيكو التي تحدثنا عنها طبعا الكورية، لكن العرض الصيني رخيص ومهم للغاية، والصين أصبحت مهمة للغاية وشريك مهم للغاية للمملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي يجعل السعوديين قريبين جدا من العرض الصيني هنا. يجب أن نعلم بأن الصين أساسا هي أكبر مشتري للنفط السعودي، هي أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، وأيضا أن الصين العام الماضي بزيارة الرئيس الصيني إلى السعودية استثمروا 50 مليار دولار، فتحت عصرا جديدا بين السعودية وبين الصين في مسألة طبعا الاستثمارات. وأيضا في نفس الوقت يجب أن لا ننسى بأن هذا العام شهد تطورا كبيرا توسطته طبعا الصين بين إيران وبين السعودية، فهي تمكنت من إعادة تطويع العلاقات بين البلدين بعد انقطاع دام طبعا لسبع سنوات، وهذه مسألة مهمة للغاية تحققت بالنسبة للسعودية وتحققت بالنسبة لإيران، لم يتمكن أحد من تحقيقها. وأيضا في نفس الوقت بأننا مؤخرا شهدنا بأن المملكة العربية السعودية باعت عددا كبيرا من سندات الخزانة الأمريكية، وصلت إلى أقل مستوى لها منذ 6 أعوام، وهذه تعتبر رسالة مهمة من السعودية بأنني لا أريد المزيد من العلاقات معك أيتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبأني مستعدة للذهاب إلى الطرف الآخر، مستعدة للذهاب إلى الصين وإلى روسيا. هي لن تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو سحب استثمارات والأموال السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر رسالة كبيرة طبعا من السعودية. ومسألة ارتباط السعودية والصين في إنشاء المفاعلات النووية، أن تقوم الصين بمساعدة السعودية بهذا الاتجاه، سمعناها ورأينا عن هذه المسألة العديد من التفاصيل والتقارير مثل ما نشر من قبل Arms Control Association في 2020، وقبلها أيضا تحدثت عن هذه المسألة بأن الصين فعلا السعودية قد تعطي العقد للصين مباشرة في بناء مثل هذا المفاعل النووي الذي تريده السعودية. وطبعا ما هو أخطر أمر في هذه المسألة هو ما نشر على Wall Street Journal التي نتحدث عنها اليوم من قبل المسؤولين السعوديين بأن السعودية تنظر بجدية للعرض الصيني، ولكن بشرط، وهذا ما ذكروه طبعا. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستعد للمضي قدما مع الشركة الصينية قريبا إذا انتهت المحادثات مع الولايات المتحدة بالفشل، وهذا سيغير الكثير من المعادلات. فلو المملكة العربية السعودية أعطت هذا المشروع النووي للصين، فهذا يعني نفوذا صينيا هائلا في المنطقة بشكل عام، وسيكون نفوذ كبير مع السعودية لسبب مهم للغاية، وذلك لأن هذا العقد أساسا تصل قيمته من 80 إلى 100 مليار دولار، وهذا يعني ببساطة بأن السعودية هنا خرجت من المعسكر الأمريكي مباشرة إلى المعسكر الصيني، وستجد طبعا الولايات المتحدة الأمريكية نفسها خارج المعادلة تماما، وستصبح الصين هي الأكثر نفوذا، وذلك لأن الصين هنا تستثمر وتحصلت على عقد للطاقة القادمة، الطاقة العالمية القادمة، ستكون الطاقة النووية هي الأهم على مستوى ليس فقط الشرق الأوسط وإنما العالم بأكمله، وطبعا النفط لن يكون مهما في المستقبل، وهذا طبعا سيفتح الباب على السعودية أن تبحث أيضا على شراء السلاح الصيني، وتتصاعد الأمور وتجد نفسها الولايات المتحدة الأمريكية خارج ليس فقط السعودية وإنما خارج المنطقة بأكملها، فالصين ممكن أيضا أن تلعب أدوارا مهمة في ضبط الإيقاع مع إيران، ويطلبون من إيران ألا تصل القنبلة النووية، وبالتالي تضبط الوضع في السعودية، تضبط الوضع في إيران، وبالتالي هنا لن يصل أحدا للقنبلة النووية، وتتحول الصين هي الأكثر نجاحا والأكثر تأثيرا في المنطقة، وهذا ما بدأت تنتبه له الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح، والأوساط الأمريكية الآن بدأت تتحدث بأن يجب أن نفعل شيئا تجاه هذا الأمر، لأن النفوذ الصيني سيتزايد وسنبيع المنطقة بالكامل للصين، أيضا في نفس الوقت ستخسر أيضا الولايات المتحدة الأمريكية مسألة تطبيع العلاقات التي تبحث عنها بين السعودية وبين إسرائيل. السعودية هنا
ليست مضطرة إذا ما ذهبت للصين أن تطبق أي علاقات مع إسرائيل، وليست أيضا مضطرة على الأخذ بالقيود الأمريكية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة في مسألة المنشأة النووية والأوساط الأمريكية. هنا بدأت تحث إدارة بايدن أن تسرع بسرعة وأن تدخل إلى السعودية وأن تأخذ هذه الاتفاقية أو تأخذ هذا العقد الذي أيضا تفضل في الحقيقة السعودية أن تكون الولايات المتحدة حاضرة به، ولكن من دون قيود تخصيب اليورانيوم. والأمريكيون بدأوا يتحدثون بأن علينا الإسراع بهذه المسألة حتى وإن لم يكن هنالك تطبيعا للعلاقات بين السعودية وكذلك بين إسرائيل. ومن تحدث عن هذه المسألة طبعا أندرو باراسيليتيلي، هذا الرجل أندرو باراسيليتيلي هو رئيس صحيفة المونيتور الذي ذكر بهذا الشكل، قال لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتنازل عن هذا النفوذ، علق بهذا الشكل بعد كل ما نشرته طبعا الوول ستريت جورنال عبر المسؤولين السعوديين، وقال بأننا لسنا مضطرين أيضا حول مسألة التطبيع مع إسرائيل لنذهب لهذه الاتفاقية ولنغلق باب الشرق الأوسط بوجه الصين. وأيضا جاك داتن وهو أحد أهم الصحفيين أيضا في صحيفة المونيتور قال إن صفقات المفاعلات النووية طويلة الأمد ومربحة كما أنها سياسية بعمق. دعونا نأخذ هذا الاتفاق ومن ثم نرى ما الذي ممكن أن يحدث وما الذي ممكن أن يتطور بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط.